بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كاني واكي تضباطنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي العباس سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل نبا يمد إلى النبي صبره يمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنك وحي لي يا رسول الله، رسولك إله يو دلني إتس يغفر فق على عمل عمل خير فعل خير يطاع، إذا عملتها دان سميون لإماذ أحبني الله إله إشعلاني نبي الله حديث المانتا عمل إيا طاعي عبادها دان لإماذ إلهي سبحانه وتعالى إشعلاني وأحبني الناس ضدكنا أي إشعلاني ضدكنا أي إشعلاني. فقال صوبان حر عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا، الدنيا ذاك الزاهد، الدنيا ذا إسكا إلى إسكا دور، وأنك صوم الري وحا أن أخرى وحكتريني كف قوي، ازهد في الدنيا وحال قوضة زودي وصومرتين قيحدي سوحوها ترك ما لا ينفع في الآخرة وحوال با وأن أخرى وحكترين وأن حسني أجل لقا قرين وأن عذاب كقبت بادين إسكا كف قوي كتك. ازهد في الدنيا الدنيا كزاهدو وحي عن وحبك ترين آخر ما كلا إيغو إسكار ديرو يحبك الله الله كتعلاني يحبك الله الله كتعلاني. إذن هل كوحا كجر مركا زود في الدنيا يعني لا إسكا يريو لا إسكا فوضيو آخر اللو جهيستو إن ويهاي عمل إيو شقا آدي آدو قيمة بدون أوين عند الله سبحانه وتعالى ما دام إسو تشيد سيكين إسابة إلهي محبة سي الله إنه كتعالى سبحانه وتعالى. وزهد كديرو فيما عند الناس ضدك وحا أكتوضا أنا أده ضدك هانتضو دي حوله دي الدنيا دو دفرها وققات حبها ويديسن. وزهد كديرو وكفه وكتك فيما عند الناس ضدك وحا أكتوضا من الدنيا والمال مالك دي الدنيا دو دي وحيك عانتو كهستاني كدك اللهم يان اسكفكو يحبك الناس ضدك كتعالاني dad waxay ku bin aadam wuxuu kugu jecelada inaad wixii safar uga qaado. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu jecelanaya inaad adduunyada iska dhowrto iska ilaaliso. Hadithun hasan wa hadith wanaagsan rawahu ibn majah wa wariyahu wa ghayruhu ya ghayrki hakim iyo tabarani ibn hibban fi rawdat al-uqala jamaa wariya hadithka bi asanida bay ku wariyaan hasana wanaagsan sanadiy wanaagsan hadithku hadal badan baa ku jira طرق ذي سي اختلاف بضم با كتش رأي سي حديث سنة وآد با الله قد قال لما حكم كإمام كأساري با أغرون إنه حديث حسن أي هاي وأنا حديث آدي هذا قيمة بضانه ما دام النبي قال له دي سؤال مهم أو نبي الله عمل إي شيك هدان سمي إله يقول شعلان أي آدم هنا يقول شعلان أي والنبي قال عليه الصلاة والسلام من ربط إله إنه كتش على ذها الدنيا ذا كفقوا إسكا أروري آخر أجهيسو يسن كفضنين إلهي باكو جعلاني آدم أمر ربطاني وكو جعلات بنا آدم ها وحوظ فرها وكقاد مالين كاد قاران وقود تكتو وضحيوه كوض هذا الشان مالين كاد دم بوجه وكوب بدلا يبن آدم واتقانا سلانت حتى صفع عن كاد قادم وحوكب بقين الله وديسو أدو حتى دن تاضع عن هاي دن إسلام مد إل دعو أسعودا مد مساكين مد فقراء وحوي آدمه سؤال شوائد إبتاه إلى أوضي سومالي يجيلي فردي وحلا إسكو ويديي وفردي الإسكو قنيني أبرسي أبسني إسكو قنينتا كمد ونور مال وحلا إسكو ويديي وحوالا كان الإسجيري مرك آدم هو سيدا وحوضبا. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال صحابك وحجري ذكر عفوا ذكر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحوشي أمير المؤمنين ما أصاب الناس ضدك وحي هلين ومن الدنيا الدنيا حول بضنا واجد دم بسوق خليفة هاي أمير كها يا الدنيا بضنا مدى الله فري الدنيا النبي قال ابن عليه الصلاة والسلام أياب الله صوفر الله صوفة هاي حلق سيدنا عمرنا ويبرر لقى تي عثمان ويبكس يدر تي وحكى الشيك يمرك وشيكي ما أصاب الناس ضدك وحي هلين وقعنت يكون لقين ومن الدنيا الدنيا غنائم تباب بضطي حواليه باب بضطي الدنيا دي با قال يا قوف ابو حسي تيبو الشاقي بل ايه قبر واحد هاي ستان واحدا دحيا روايه كل حديث اولى يا هيبه عضي الزيو
عند الترمذي وابن ماجه لفظك الترمذي وحوها ألستم في طعام وشراب ما شئتم صحابة المسلمين تلجوا وحكيري مسلمين أي مانتا وحي عنتدوا بهاتان سميه ليسان ها وحي عبتان ذو بهاتان وديار بيدان ألستم في طعام وشراب ما شئتم نول بوحو الدونه كان اسكم مدى يكاله كلا يكال عنتدى لك لبدلا شراب كبال لك لبدلا عبتان نذي كبر ألستم في طعام وشراب ما شئتم قالوا نعم بيد هذه مركز حول لقد رأيت نبيكم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه هذا يمكن أدمان الدنيا يوحد عبتان يوحد عمتان العلفتان بميل بيالود درك سنتهين نبي إني من أركي عليه الصلاة والسلام وتمرت تيذا أحن أن كهلينين أحب كباهي ترتو باهي ذا اسكتر حديثك مركز أصل كأساس فقال حول عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله من أركي يظل اليوم مالك أهاني يلتوي مد قلقلنا يلتوي بقي سلالين يهي يلتوي بقلالا بقي سدوبين يهي قاشة درتيد ويباهي ما يجد أن هلين دقلا تمرت تيد اللي دت الدقل وأردأ التمر عند الجوهري أردأ التمر تمرت أحنا أولي دتوي صاحب النهاية ينور وحيد هذا ورديء التمر تمرت تيد حن الصوابنا دقلك وأردوها تمر واحتمر لي هذا مثل أقول لي تأوح بالي لا دقل كل هذا واتمرت مذوباتي أردي دون كأ تمرت لقصة عمك اللي يبين يجان يقول الله مراو إن سوق بل لقي نبا لقد رأيت رسول الله رسول كله بن أركو يظل اليوم مالك أنا يلتوي مد بقلانا مال دن واكبر يي قبل دعي أن وح أفق لي أن هلين ما يجد أن هلين دقل أن تمر لي دتا أما بأن ويملأ به بطنه وبيرك سكوب بحشوب باهيدا يقاشد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم مسلم باوري الدقل بفتح الدال المهملة الدال كلا كردبة والقاف قاف كان لكردبة أسقونا ورديء التمر تمرت تيادة با اللي ذا تأمحون أيال اللي ذا الصواب نوا أردأ التمر سيد الله بدن يهي إذن تاوهك حكوت سيسا إن الدنيا هذه قيمة لهذا نبي محمد باق عنت اللوغة لله هذه قيمة لهذا نبي أمرك عنت اللوغة لي كباه ترن لها نبي واقع دنبي في آخر حياته الدنيا صفر انتي خيبر بالقب صدي عرب ودم بانتي لقدر الله بحيبا ري يوروبية فرنش اللي قدو ليي ومركا الشام فرديوز قرن إيسان سهمي خيبر بان نبي وحتى صدقيستي كي واد القرى وقيم يدبو نبي وصدقيي كي وكه لي أمواش ريبا ينضربو نبي وصدقيي مركا هنتيب بضم باتمد النبي وحو دورتي ما عند الله إله أكتيسة وحاء طيب زود دقنا وحا أفي عن شيء أدو هيليكرا الله كدورته عبد الله مبارك بلغويري يا زاهد رنو زاهد مهيبوري محان زاهد كاه زاهد وحوي عمر عبد العزيز با زاهد أبوري الدنيا دي با انت اتما يدو سعتو قوري سمقع يا شرف يا مال يا هنتي يا وحوال با ايو كتغي رنو محان هيا أبوري بيل بنع العليا وحي رسوارنا مساكين يا علمان سيا لح عالم بو بيلي جري لح عالم ايو بيلي جري ودي جرينك حديث كوريا ومدى وحبارا وحضبها تانا وراق إيسو قرحتاها إماننا وچغيغا هيور إماننا إنا وحبها انتينا دريما مرابو وان أركو باهيدا إيسو آشا دولي يدا وچغينا كم وقاني إذن وقريه نرشوغا وراق يركسو جوك جوك سيد وحاتر عبد الله وحسن وبهانا واقيدا ما هانتبا ضنبوياش عبد الله مبارك عبد الرحمن ودقران إيسان قناع سيغا ما تكد يستبال ليل حور عرورته يدوح كفر الله هايستان ولا الدنيا دن كمله وحنكبق يا انتي وحون لبيشو علوم ذي أن وحتر يا إنا انتي بهذان دولة دن وبهذان وبقر دن يملوك دن يجور دن ظلم ذا أي علوم ذو بهاتو انتي علوم ذو بهان الله يدب أنا بيلا يبوري من قاب كاسوق وش قيستوها المهم زود وحقي ما بدن مذا يدنا كوق قصبت وحكون أكسن هيه باشو كسور ستئنات ما عند الله الدورات سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يدن وحيد شري توفي رسول الله رسول كلاه بغير يدو حجاب الله أفسدي وما في بيتي أسوان قريق أسن أولين من شيء يأكله ذو كبد
ذو كبد إلا شدر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنيا. متفق عليه. وإذا وحيث النبي محمد بار الله أفسدي وحجابتي وما في بيتي شيء من تواسك زيادة وما في بيتي من شيء أسون قروي وحبأو سنؤلين قرقي عايش هدي وحلقواي يرشين يهنتي يحوله قريها كان كبس يدروي محايا لي وقروي نبي أغوش على مسلمين تنمر كي نبي حسو هديين إيان أي لبي جنشرين هبينكو عايش قرقي دتشوغو وقروا مركو النبي مرت أتماد وديجة بالعائشة اللوجيو ما لها جوان كقول كيسي أهل جنا وحكيها شو يكون مرت صورة مص ضبط مسلمين تا قروا أوقي ما بدنا وهي أوق الدنيا بدنا كلا جوا أي شيء يأكله أوعنه ذو كبد وحبير له وحنول بالوجه ذا حيوان وحبير له حيوان وحنه وسن أولين إلا شطر شعير وح إلا جزء إلا بعض الشعير هاد أما قربي باش الله يداه وقام يدي متكسي لي توي ثم تقانا متقلف سنة قرية وامتحانا وحتى هدي الله كرن كريستان لعون كرين هدي اللي شيدو أو لا تشريدين لغو رفادي قربي بالله يداه رجل بيت كاس نروق بيكب حدا لو كان كان ينقو يكب حدا هاد نوال يداه هاد يقرب إيوه حابلا بالله إذا لبلا ما قبنا وقرنا يا كلي شطره هذا معها نص مع نصب النقطة أو جهة النقطة شطره هو مع معاني بضم بنا هذا وحلو جيدا وحون هاد وحون قرب بعض الشعير وفي رف لي شلف سانو أن لا هي كتيرة رفكو وحيابها جورجا الوحيدة اللي بقول لسه ألعبت الله صارته مرفش إيو شلفس إيو حوال ليدا هذا درموالكم بوحا لغو أركا وقري أما قيادة هلكا لغتا قرقا دربي قيسا ألابتا الله سارتا رميكم بي قاناني رمغالكا استعمال يا سابلي ما سابلي ما سابلي دو واساب انتي ميالا سروا حلقا شدين ما يا رميكم كاسا شلفسوا رفقوا هذا المهم كان زميل الدكان مها الوحيد كحرتان على طول كقرطان كاسو كلو قلينا مرفش بيدهان قلينا شلفس بيدهان إيه إسكفالنا ولا هذا إسكفال ولا ريكون فريد إيه وطلياني مية هذا واد فانتين بيلت وحير مشى سارا أبا حد أنت صندوقة وشعيره في رف لي داي مركا رفوف والغو جمعية رفك ومفردك جمعيسو ورفوف أمر رفاف ورادة لكسرية الله بضبه والله إيدا هذا وحيورو هيدا وميشا كتير وحبنا آدن أما نولو أفك القرية ما أقول لم تهبين كنبي ونفبع عليه الصلاة والسلام فأكلت منه أسقبان وحكعون الجرين تنبي قد انت سقان تنشيطان راشين كرسان جرين حتى طال علي إله وديرادون ليابا ودمان وايبا وصحي إلهي سيئي وبردمان واي إلا النبي وكا جيريو ذي فكلتو مركاسا باقيتي بل كان دمان لا وحيربو بأهاي وصعبه وان لغا صدري وان لطمي وان لشيدي وان لمسقيسان وان لغا عن شريسان ففانيا مركاسو دمان ذي مركانو باقي أيو دمان ذي متفق عليه مركا وحا كتشرا نبي عليه الصلاة والسلام حلقا ودمان أيو الدنيا بضان باقا عن تسوق شلاكا سقا إسدافي وقاري الدونتا كل وسدافي وحو مساكين سيو وحو وقفو وحو صدقيستو أيو كردقا وحاكو لو كتشرا شيقا ميشو كو كتشرا لما بيغو بيغتانك لو قورن بالا أقليا لو قورن بالا أقليا إن قنا عسي أتشرو آت روح وحو بيغيسو وهذا وانا صوب بيجانا إسا ضدنا ذو بيجي سو مركا واجب لأنه وعدلي مركا أيضا هنا ذو حبيك توت بيجت من العدل تاسي ومسألة بنان كتال مركا ذو جز كذا بحين يسوا أما صدق ذا بحين يسوا رب تروح هنا ذو حسي زق أنفعها هنا هنا ذو بيجت الزكوات كي صدقات كنا أيضا من الواجب مركا إذا كذا واجب تاني وواجب مركا لا ذو حبيك يسوا رب تروح وح أبها هنا هنا ذو بيجتنا وحاوي وصن وشيء ونكسن وقيمة بدنوي لكن وحي أذيك كوية لئي مجهول كها حقنا وسقط تعلق
جوانكاسو كو جيرو ان سو درسو سا كو ود شيغا مبهم كي مجهول كا انت بدن بركه لا غليا لكن مركا وخي اد بيق جيرادو ادون وحدنا كاغه خيناي خرسي با كو غلي ادنيا جعيل ايو خيو ممنان با كو جيرتي هنغوري با كو غلاي تلا شارس كر اد ربي تلا سارتي با دعوامي كدي بركه لا قاديا ويدر مركا هدي اسك درسن لهيد كوبكا un galaas ka dar lahayd oo intay uu dhilka galiisay iska tuman lahayd oo socon la waligi laakiin markay tirbalowshan waxa meesha ku yeelay dabsatid ya barakada laga qaaday fal al barakatu fil majhulat wal mubhamat da ulama wa arbab al suluk wa zuhdiyat idan ahadith al mamay sabbegu inu wanaagsan yahay wa marku xaq taaluqo wa ma ruuh wax ka gadanaysa ma adu ka gadanay iyo marka aad arabta qadar inaad bixiso ba ruuhu u beegi laakiin waxa ay ku yaala daah ilaahay ku barakeeyay waxba adu soo daa kula ordaniyo koobada muttafaqun alay qawluhu ay hooyadan jiri shadru sha'irin ay shay'un min sha'ir bi ujeeda nis looma jeedo iyo waxa u jeeda wuxuun heed ama qamadiya kada fasarahu tirmidhi sidaas uu tirmidhi ku fasiray waki hadithki jaabir ba la macna fi sahih muslim adgarnaysa hooyadan hawsha qabsato kale nimba ma inaba ku yimid calayhi salaatu wasalaam kaas baahi u sheegtay markaas nabi allah reerki xalay dab looma shidin saakan hadda waan ka soo kalay waxaan u haya ma jiro saxaabu ku daray guriga wuxuu inta tagtaan bal waxaad soo siisan hal wasqi oo raashin ah lixdan suus baa loo soo beegay faraha laga galiyay wax ka shan sano ka badan buusuuski dhamaan waayay waan la darsada waan la wada martida laga soora miskiinkii baad wax ka siiyaan reerki baa yaabay marka dambe dhow ruuxi inoo yaalo bal aan beegno beegid bucuulo joogjoogsadee markaas waxa ka dhamaaday maalmo ku dhamaaday intay ogaadeen waa dhamaaday way soo dacwadeen nabi allah dhowr sano ka hor dhowrki suusii raashinka nasiisay way dhamaan waayeen hebel baan ka sahanay oo intaas oo marti baan ka sooray oo hebel baan ka kaalinay anaguna hadii habeen ma karsanayn u dhaqaaq waay shood baan wala istaagnay iyo miisid ibr waa dhamaaday nabi allah sidde nabi wuxuu ku calayso law lam takilhu hadaydan beegi lahayn la akaltum minhu wala qama lakum nabi hadaydan beegi lahayn waad ka cun lahayd waad calfan lahayd waligina wuu idin joogi lahaa intaad nooshiin waad calfan lahayd marka waligaa looma dhawaado hawlahaas haddana waxa uu shilmaan meel ay soo boqol kala baxbo atra waxa uu sii jeeda dhamaaneynin ha tirinin faraha ka qaad waxba aduu ha tirinin ruuxaad wax ka siinta uu soo qaado waxaad siin laysa u tiri laakiin inta meesha kugu jirta aduu tirin ha ula joogsan ilaahay waa ku barakeeyo waxyaabo badan baa laga arkay wa an ibn harith radiyallahu ta'ala an amr ibn harith أخي جويرية بنت الحارث وصحابي لتركيس ونبي محمد سيدك عليه الصلاة والسلام أم الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أهيت جويرية دو حاسك نبي محمد بيكت يكتر سنوات قرن إيسان وذلك عم الحارث نوى من قدماء المسلمين وصحابي أصونا هل كان حديث بو صحيحين كتنكو ليها بخاري بانا لا تفرد حديث كيسة قال وحور السحابي قاس ما ترك رسول الله رسول كلاي موسى كتغين عند موتي مركو دمنيه دينارا العقد ذهب كما تجين ولا درهما فضة كما تجين ولا عبد اضون مركا نبي غانتس كوجي كما تجين وحد مقاشين السيرده يا كتب المقاصد كما قاشين تاسو نبي اضون بولها اضون بدا نبي محمد ودن عليه الصلاه والسلام وح انتو نولا دنتو حجابته يا نبي وحو خري انتو نولا بي اهايه وحو خريي حلو النبي دمنيه أدون قعنتي سكجر وأدونها مجر تاسو صحابي وكه الله إياه كل وحو حري النبي وإنتو النولا أدمن أبضناي أدوم النبي وحري قعنتي سوق علي مسلمين وحي سياني وحو نبي وغني مكيه لي وحو لسو هدية يبا أدمن أبضناي كل قد وحو حري وحنا إنتو النولا نبي النولا يجر يودين ولا عبدا أدون مركا قعنتي سأجر أدون ما النبي كمتقين ولا أمة أدون قعنتي سأدون أجر تكمتقين ولا شيئا واحد دنيا كما تجين الا بقله البيضاء ولا شاتا ببعض النسق قرى وخطا ولا شيئا
wax adduunya maal kama tegin wey, maal kale kama tegin, oo xoolaha kale ah walaashayn waxay ka dhangan tahay saddexdii meesi ee kale, adhi iyo lo' iyo geel midna kama tegin wey. Ila waxaa la soo sheegay lacagtii, waxaa la soo sheegay addoommadii, walaa shay-an min almaal, wa xayawaankii kale ah, ilaa baqlatahu albaydaa, baqashiisii cadayd mooye, nin reer lakham ah oo qoyska bani lakham oo la odhan jiray rifaaca ayaa nabiga usoo hadiyay baqashaan cad usoo hadiyeyey. Ilaa baqlatahu albaydaa, baqashiisii cadayd mooye, allatii kaana yarkabu, nabigu uu gaadiidsan jiray mooye, baqashaasu wax dunyo oo noolba ka tagay, adoonna kamaba tegin, iyo adoon u gacanta nabiga ku jirtay, dahab iyo diinaarba jooji, iyo wa silaaxu hubkiisa uu ku dagaalami jiray, gaala iskaga dhicin jiray mooye, iyo wa ardan, dhul buu nabigu ka tegay, jacalaha intuu noola nabigu uu ka yeelo ku bixiyey, jacalaha sadaqatan, sadaqa uu ka dhigay, libni sabiil, waxaa loo baahan yahay dhulka, dhul dhan buu nabigu wuxuu yidhi waxaa iskale oo waqaf ku yahay musaafirka, waa dhulkii fadeg nabigu uu ka helay, fadeg dhulkii dhannaa ee laga qabsaday boqorkii haystay, thuluth nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam, leefay buu noqday wakii carareed, xoolihii reer bani nadir sahmi buu ka helay, khaybar wuxuu ka helay sahmigii ahaa khumusul khumus buu nabigu ahayd calayhi salaatu wasalaam, dhulkaasoo dhan oo hanti maanta waxaysa oo soomaaliya iska yariya marka dhul ahaan loo fiiriyo la eg, yuu nabigu wuxuu yidhi waxa weeye waa waqf ee dadka socotada muslimiinta ah, wa ardan, dhul buu nabigu waxaan dhul ka ahayn, jacalahaa sadaqatan, jacalahaa waqfan, sadaquu ka dhigay, libni sabiil, musaafirka, nabigu yidhi sadaquu ku yahay, wixii ka soo baxa waxaa lagu sahayayaa oo la siinhayaa oo lagu kaalmayn musaafiriinta iyo socotada muslimiinta. Raggiina dhulalka iibsanhaya, boloodyaha dhisaya, tobanka guri dhisanaya, haddii aad halkoo guri tiraadaan waxaa waqaf ku yahay agoonta muslimiinta, indhoolayaasha muslimiinta, muslimiinta isbitaalada intay galaan aan ahal iyo dad wax gacanaan wax ku haynin, tool fiicanna aan lahayn ee meelaha lagu haysto iyo waqaf ku yahay, waayeelka muslimiinta wax daryeela aan lahayn buu waqaf ku yahay, araamisha gabdhaha garoobka wax garab istaaga aan jirin buu waqaf ku yahay, xerta wax baranaysa masaakiintu waqaf ku yahay, waxaad u baxsanaysaan masaajidu waqaf ku yahay, nalkooda iyo korontadooda in lagu bixiyo iyo hawlahooda roogooda, yacni khayrku af idiin soo kala qaaday, laakiin umama jeedaan. Wa ardan, dhul buu nabi iyo dhul mooyeen, jacalahaa sadaqatan, waqaf ka dhigay, libni sabiil, rawahu al-Bukhari, sidaasuu nabigu ahaa wey calayhi salaatu wasalaam. Nabigaasaa yaal raba inaad raacdaan oo ku dayataan oo baasha adduunyada aad iska fujisaan, yacna iska dhahdaan. Wa can Khabbaab bin Arat radiyallahu tacaala canhu qaala, saxaabigaa wuxuu yidhi, Abu Cabdillaah Khabbaab min qudamaai almuslimiin, waad garanaysaan wuxuu soo maray dhib loo geystay, qaala saxaabigaa wuxuu yidhi, haajarnaa maca rasuulillah, nabi maxamed baan la hijroonay oo makaan ka tagnayo madiinaanu aadnay, naltamisu annagoo doonayna fii hijratina, naltamisu annagoo jirinayno doonayna fii hijratina wajha allahi subxaanahu wataala, ilaahay dartii dan kale maan dhan kalahay, ha lagaa sheego dad aad wax ku tartaan, ilaahay dartii baan oga barakacnay dhulka iyagii hantidaanadii oon halkaasi madiina u qabannay. Wuxuu saxaabigu, fa waqaca ajruna cala allah, ajarka iyagii xagga alla ugu dhacay, hijrada annadii iyo wixii nabiga aan la garab istaagnay iyo ilaahay subxaanahu watacala ugu dhowaanay, khayr ahaa, jihaad ahaa, halgan ahaa, hijro ahaa, ajirkeedii ilaahay baa noo qoray wey. Fa waqaca ajruna cala allahi subxaanahu watacaala, ajirka annaga alla dushiisa ku dhacay waa maxay? Ilaahay baa noo qoray, kataba lana ajra alhijrati wey. Faminna, haddaan nahay hadda muhaajiriin, waxaa naga mid a, faminna ay meel muhaajiriin, muhaajiriintii maka ka tegay madiine aaday, waxaa naga mid a man maata, adduul geeriyooday baa ka mid a, walam ya'kul min ajrihi shay'an, muhaajiriin waxaa ka mid ah dad geeriyooday oo xijaabtay, walam ya'kul min ajrihi, ajirkiisana aan ka cunin shay'an, wax adduunya aan ka helin, suu muhaajir u ahaa ee u halgamaya loo baahnaa isagoon adduunye leefin, carabkana aan muutanin waxba muutanin, ayuu adduunka ka tegay, uu ka xijaabtay. Minhum, dadkaasi muhaajiriinta ah ee hijrooday inay adduunya aan waxba ka helin, carab dhaq adduunya aan helin, waxaa ka mida buuri Muscab bin Cumayr al-Cabdari, Qusay bin Kalaab, nabiga iskugu yimaadaan, nin aad u qiimo badan buu ahaa,
rag u horeeyay madiina tagay buu ah ilaa Bara ibn Caazib uu yidhi waxaa noogu horeeyay dad noo yimaada Mus'ab ibn Umayr iyo ibn Maktum Abdullah quraankayna bari jireen buradaan ansaarnahay yuqri'ani al-quraan quraankay ummada bari jireen yaqra'ani al-quraan yuqri'ani waa riwaaya kale ummaday quraanka bari jireen nin aad qiimo badan buu ahaa قتل يوم احد مالك احد بالاد لسنه كافراد الهجره يلد على الصحيح خلاف با كجرو سنه صدحت با لا شيغ لكن ثوابك وسنه كافراد با هي قتل يوم احد مالك احد بالاد لا اسغ ودا علن المسلمين لواء الرسول الله محمد برسنا رايد صحابي كلا هي بنديرده علن كيدن كي انقته غود اسغا ودا علن عدب ودي نبينا ادو وك عليه الصلاه والسلام صحابي غاني وترك وحنا كتغ مالك قال لدلي نمره تنقوب كتغ namira go birdhimaha leh ee weyn baa namirada la yiraahdo fa kunna waxaanu haynaa qatayna biha ra'sa hadaanu ku daboolo gu'i madaxiisa aanu ku daboolo badad waxa muqanay sir rijlahu lugisa muqanay wa idha qatayna hadaanu ku daboolo biha gu'i rijlayhi lugisa hadaanu ku daboolana bada ra'su madaxiisa baa muqanay fa amara rasuulullaahi rasuulkaa wuxuu nafaray an nughatiya ra'sa madaxiisa inaan daboolo li'annahu akram wajiga iyo qaarka hore ayaa u karaan badan oo fadhi badan asaga lagu asturaya marada yarta ah lugaha dambana cawsi wax noocaas ah lagu asturaya waanu gaari doonaa nabiga sidaa nafaray wa naj'al anu yalu nafaray ala rajlayhi law yisi lugoodna anu sarashay an wuxuuno meel idkhiri maad ah wa cawsun cawsa kamida dhurba iyo maad iyo idkhirka markuu hadda la fiiriyo sawirkiisa danu Soomaalinahay baashi maadha la oran jiray ama dhurbada la oran jiray buu og yahay qayb kamid caws kamida cawska dareemada uu og yahay walaa waxay dhahayeen ma mar waxmad tartii waxna ma qaris dareemana way qalafsan tahay cawski baaxurka la oran jiray weeye wadaadahay uu qalma saasi oran jiray nin walba yaani cawska ugu dhowey ruux lagu astura garee mar ahaan loo xiran karo baaxurka ugu fiican baaxurka caws jilicsan oo xataa xariga zaad ruux gool buu noqonayo dhar buu noqonayo suma taqaana سيدنا نغتاد عوس بالو استريو ومننا وحنا نغمد بعد مهاجرين ومننا ايم المهاجرين وحنا نغمد من دول اين عط اي وبسلاتي اين عط اي وبسلات له اسغا اسغا ثمره من يبا وبسلات وما هجرتي يا دلالك يا صبرك يا دلقاتك يا جهادك يا هلغنك ادونك اسغو جوغو وحو كهلي فضل بدن خوله بدن يا دنيا بدن بو هلي فهو أسغو يهدبها مريه بو قرنية يهدبها مريه بو قرنية يهدبها يو ديلك إن لا كسرين والا الشيخ إن لا أخرين والا الشيخ يهدبها نوالا إلى هذا متفق عليه إذن لابدان بالله قال جبور ضد أيوان وحد الدنيا أن لو امتحانين بيأكتين مهاجرين تي رقاسا كمدها حمزة كمدها wad garanayso waxa weydo soo maraynay qoliyana waxa weyntay cimriyeed oo adduunka la furay ee xoog naxfi ahayeen wakiina saxaabada aad bay uga cabsan jireen hawsha ayada Abdurrahman Mu'awf iyo Umar iyo aad bay uga cabsan jireen hawsha ayada annamira kisaa'un wa wa go mulawwanun midabal la midabeyay oo mansuufun dhogorta xoolaha laga sameeyay wa qawlu yuri suufku waa dhogorta xoolaha suufku waxa loo isticmaalaa waa dhogorta idaha weey looda iy riyaadka wixii ayagu timahooda suuf lamida shacar baa la yiraahdaa geela dhogortiisa wabar baa la yiraahdaa way kala duwan tahay anagu dhogor dhowr bayno tahay afka carabeed way naga faafasan yahay dhogorta geela suuf waxa la yiraahdaa wabar baa la yiraahdaa wa min aswafi wa ubari wa ash'ari suma garnaysa quraanku waa kala duway aw bari ash'ari aw yusuf bu kala duway quraanku suufku waa dhogorta idaha idaha sulama yaqaan qolina macaabe dhan qoliyaha ciyaal xafaha magacaamiy qaanan macaabe qoliyi iday u jeedaan riyaha iyo looda dhagortooda maxaa la yiraahdaa shaar geelana wabar saasu kale yahay dhagorta xooluhu min suuf ma ka saasa loo jeeda suufka inagu kan aan u dhaqaano cudbi ka cudba leh kan geedkan bixiye suufka atiradan lama yiraahdo suuf inda carab qutni baa la yiraahdaa soomaalidu horna cudbi bay dhigi jireen وقوله غير صحابك اين عد وحلغا ودا اي نضجت اي وبسلاتي وادركت اي غاده خليقه لا غوسن لها وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم
بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغة يدها دوال كربا يهدبها أما ديلك دالك مرنا ولا جدا ولا كسر ولا ولق معنوه ومحي يهدبها أي يهدبها عفوا أنا مركور إن في كربا ما هي يهدبها أي يهدبها أي يقطع يقطعها وجون ياوي أنا مع الخلدم بهذا أي قرن يقطعها ما هي ذي قرن يقطفها عفوا وقوسانية قطف يقطع وكدوين قطع وحي بر لوجوية قطف ونشيج ومشي سكويا إن الله حكسو قال تعالى ويجتنيها وقوسانية وهذه استعارة وركاني وصحابي يقول أي نعط وبليغ صحابي واللغوي بليغة استعار استعمالي سربابوي استعارة وسرباب وسربابنا لما فتح الله تعالى عليه من الدنيا وتمكنوا فيها الدنيا دي الله أفري أي هلين أي ضد أي الدنيا بل سودة أي أيوح وكذا سربابتي وكذا أفقباتي أين عد نمي بيرتي سوء بسلاتي نين مريهي سيحلق اللي قوصن لا إيقارين لما فتح الله تعالى عليهم وحو ربي أفر من الدنيا الدنيا وتمكنوا في حق أن أي أصور قشئين أي ليفسد أيو أين عد كفسري صحابتنا كل وترقي هذا كور هجروا تيسوا هجروا جهادين نبي قوه إليين هدنا يقول الدنيا أن وحبكين غير يودي أي آدي آد وتمدين شرين وكمان شرين ونا أركي شرين يجن كفد بدنيه وعن سالم بن سعد الساعدي قال وحول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا الدنيا دوها ضيطاي تعدل مذولي قانتا عند الله ألا أكتي جناح بعوضة كان عقرب كيف بعوضه من البعض ولكن العذاب بير وتبر يرى دنوى وامتحان كلي حيوة غرائب تعلون الشيء وحاكم علم الحيوات كهل فقاده هوري علم هوربا كان يعدو ودركتنا أفضل بهم بيلي هذا يضطك يكون مداح ولا يكون مداح أفكار دوبنا سيدا أوتش العسان هذا نقدوه قد ليلة واتوبه شيء سيدا أوتش العسان يقدوه قد ليلة هذا ميل ومد سينو شباب ما أحوان أوسان قادم حيوانك وحا أوغو قن أدق أما أوغو سان أدق دمر فروغ إيو إيو إيزو قبطة إيو لوغي سيد إيو ويش إيو وحاس إنت يكدكتو يا طوبة يا رايدو دومنا دحنا كدو لي شيء قدها كدو لي شيء بيكدو لي ليس ديك بيك كنو ويس أمك ولا فهم إلا إيه إنت وح لأك ودحنا كدو لي لو طوبة ميزك هادو لغو قبطان الدولي لي قالوا أكو وريري مسلمين روا نقاشوا واي هذا وحي سو صار قراء بحث أورنية أفكهوري يطوبا امتحان كأيا صنبا كت صنبا يقوى لطا صاد يجنك شيء قطاب سي سبع ماشي كتابة تدربوا بربريسة كدي إربد بيكو جلنيس ديجي كانوا جيس ومخلوقات مغلوط الله يوي لو كانت الدنيا أديده هضيت تعدل مدود لجان توقي ما هاني ما قال لعند الله جناح بعوضة كان عقرب كيد كان عقرب كيد مقصود ما هو مثال لقوها القبصة ما كان رب الشيء إلا حقره سمنو كسين ما هي اللي ما كان ربنا ضوع صم رزق ما مدو ما ها وحسمنو كيرو كسين أيه وهم هاي وحبك كوما هاي وحبك كوما هاي وحون قيمة كان عبها كليته أما هغليك هذا وحون قيمة الدنيا على اكتها ضيك ليه ذا هاي ما سقى كافرا قال موسى كور أبشين منها من الدنيا شربة ماء كببية كببية إلى قال كما سيئوه ما دام إيسا على اكتها قيمة كلا هين أيا الضفار رضي إيا ضميره إيا قالد إيا مسلمين تيو وضع لفسنا يو إلى اكتها قيمة كلا ذا هاي تدكو جعليهم بلو الدين لها ما سقى كافرا قال موسى كورا منها من الدنيا شربة ماء كببية هل كببية رواه الترمذي وقال حديث صحيح مركب واحد سيدة شيخ سأقول لي إنت إن على اكتساب قيمة كولهين يسند ضوف سن فلا ألفي أنها أهلكت أحدكم وكي حالا ينسمرين ورباشا سيدة أقول لي تيسي إذا هلاك إذا ضوف سن إسك إراشا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا مسلمين الدنيا ملعونة وشيء للعنة نحريست على لقفه وشيء لتوبة ألا إن الدنيا
adduunyadu malcuunatun waa la nacday, ilaahay ma jeclo wey, ilaahay waa necab yahay adduunya wey. malcuunatun caf malcuunun waxaa la nacday un khayr lahayn maa fiha wixii dhex joogay adduunya dhex yaallana waa sidoo kale ilaa dikrallah ilaahay xuskiisa mooye. adduunyadu waxay ku qiimaysan tahay ilaahay in la xuso, ilaahay lagu caabudo, iyo wamaa shaygii waalaahu dikriga ilaahay xidhiidhiyey, wamaa waalaahu ay wamaa taabacahu dikriga wixii raaca waa maxay ilaahay xuskiisa iyo xuskiisa waxbaa raaco daba jooga. masaa'idkii muxuu yahay wamaa waalaahu buu soo galaya xuskii meeshii ilaahay lagu xuseeyey wey, meeshii ilaahay lagu caabudahay wey, madaarista qur-aanka lagu baranay, wax walba xuska ilaahay ka qayb qaadanaya wasiiliya adeegna u ah laguna gaadhi karo wuxuu noqonayaa wamaa waalaahu. min almuwaalaati oo maxabana waa la sheegay, min almuwaalaati oo mutaabacana waa la sheegay, labadaa macnaa loo badan yahay. ilaa dikrallah ilaahay xuskiisa iyo qur-aankiisa iyo kitaabkiisa iyo alla weyneyn wixii lagu weyneyn mooyen iyo wamaa waalaahu wixii ilaahay uu jecel yahay. damiirka waalaahu marka dikrallahi allaad u celinaysa marka ayada waa markaad muwaalaadkan hadda aad maxabo ka dhigto xuska ilaahay iyo dikrigiisa iyo wuxuu rabbi jecel yahay mooyen intii kaleo dhan waa malcuun. haddaad muwaalaadka mutaabaca ka dhigtana wamaa waalaahu wixii dikriga ilaahay raacay baad odhanaysaa ee u ah wasiilo iyo adeeg u ah iyo wa caaliman nin diinka ilaahay yaqaana wa mutacallima mid diinka ilaahay baranaya. inta unbaa adduunya ka soo hadhay ilaahay xuskiisa iyo wuxuu u adeega, ilaahay xuskiisa iyo alla wuxuu jecel yahay, culummada diinka islaamka baratay diin ummadda u fatwoonaysa iyaguna ku dhaqmay waxay barteen, ninka sharcigii diinteenni baranaya, intaasaa ka barakaysa. intaka o dhan ilaahay waa necab yahay adduunya marka halkaasaaba ay rabbi ka joogaa subxaana wa tacaala. rawahu tirmidi baa wariyay xadiidka wa qaala xadiidun xasan, wuxuuna yidhi waa xadiid xasana oo qiimo badan. marka lagu dadaal intaa uun hadda waxaan ka ahayn ninka ku mashquula asaga haddii ay u taalla asaga ka maali doona. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحولي لا تتخذوا الضيعة فترغب في الدنيا لا تتخذوا هسمي سننا هيالنا الضيعة هنتذا مقوران كا الضيعة ضيعنا والغو جمعية ضيعنا والي لادا وهنتذا مقوران كسيدا بيرها واوين أسيدوينك قريها واوين ee baahidaada ka badan iyo wixii markaa dantaada ah. laa tattakhiduu ha yeelanina ha samaysanina addaycata hanti maguuraan ah oo fatarqabuu nabi allo maxaad u diiday fatarqabuu aad jeclaataan ood u janjeersataan fi dunyaa adduunyadii markaad adduunyadii raasumaal badan iyo guryo waaweyn iyo dhul badan iyo beero aseendooyin ganacsi shirkadooyin cimlaaqoo waaweyn aad yeelato xuwu qalbigaada xaggaasu aadahaya qalbigaada xagga hadduu aadana alluu ka jeedsanaya ilaahay hadduu ka jeedsadana shaydaan baa hogaanka kuu qaban shaydaan hadduu ku hogaamiyana xaggee ku geyn naar buu ku geynaya. xadiidka marka asal diineed oo shareecada ku badan ayuu tilmaamaya asalku waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala had iyo goor wuxuu rabaa oo jecel yahay nabigu inoo sheegay qalbigaadu ilaahay inuu isaafi garoobo qasadkaada iyo qalbigaada iyo niyadaadu xagga alla waa inuu isaafi garoobaan hadday dhacdo in shay kale qalbigaada ilaahay la wadaago waa laga hor istaagayaa. nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam haddii salaadii loo aqimo raashiinna lasoo dhigo raashiinka cuno ku bilaaba limaada waxaa la diidan yahay adoo salaadda ku jiro ilaahay hortaagan marna xagga alla inaad eegto marna raashiinkii aad ku ilnaqdo qalbigaada inuu baltamaa la diidan yahay niyada u saafi garee. nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam haddii salaadii la aqimo oo midkiin uu salaadda gelaya kaadina ay ku hayso lama ogolo, saxaraa ku qabatay lama ogolo. maxaa yeele markaad ilaahay hortaaganta tuka xaggana kaadaa celinayso marna iyadaad ka fikiri marna alla iyo diin waxaad ka fikiri aakharo lama ogolo hawsha iyada ah waa lagu diidayaa. adoo qur-aan akhrinaya hadday hurdo ku qabatood cajisto nabigu jooji buu yidhi seexo hadhow adoo saafi oo qalbigoodu nadiif yahay soo istago qur-aankii qaabil allana qaabil.
adduunye hantii culus oo maguna haddaad yeelato xaggii aakhiriya geediga aakharaad ka mashquuli way ku duufsani xaggaad u janjeersan tiibaa nabigu inuu diidan yahay laa tadkhudu dayacata ha samaysan ha yeelna dhul hantida maguuraanka fatarqabuu aada jeclaataan fi dunyaa adduunyada marka aada jeclaataan inaad waaraysaan ood calfan doontaan aada iska dhaadhicisaan waxaan la doonayay inaad noqotaan caabiru sabiilin أو أو كأنك غريب اعبد الله وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلك حلا سومرين وعد نفسك من أهل القبور رواية الترمذي سداسة لدنا صورور سؤديار قروذي وحكو تشيدنا أيو حق ربي كاتشيدنا أي حق الدنيا كو تشيدنا يقول نبو نبي وإنو ديدن ياي إلا هو ناصح أمينه دنتينو قرن ياي رواه الترمذي حديث كوري وقال حديث حسن وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال حر الصحابي قال مر علينا رسول الله رسولك الهي بان الصوم مري واسقي هو يدي سقي هو يدي روايه ابو داود بعد يسي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي بان الصوم مري وانا اطين حائطا انا دربي دوبين هيو ملاس هيا انت دوبي قوس ان دربي بان هاجيني انا وامي انا هو يدي nabigaana soo maray anigi hooyadayo buul dhooba ku dhamooqayno hagaajinayno marra aleena rasuulullaah rasuulkii baa soo maray wa nahnu nu'aaliju annagu hagaajinayno habaynayna khussan lana buul aanu lahayn khussan lana annagu hagaajinayno hagaajinta mucaalajada waa maxay waa dhoobayntii khusku waxa lagu jamciyaa khisaasna waa la yiraahdaa akhsaasna waa la yiraahdaa khaska asalkiinu waa daldaloolka meelaha shay ka daldaloolo ayaa la yiraahdaa marka buulku waa taqaanaayo marka dhoobada xataa la mariyo meel uu ka daldilaaci meel baa iska bannaan ruux bannaankaad ka arki guri weynu habaysan ma aha hadduu buul caws iyo laga sameeyo caalayaana kaba sii daran haddii durof iyo heeri wax lagu wareejinaya kaba sii buulashu waa taqaanaa ma sii khayr badno marra calayna rasuulallaah wa nasuumara wa naxnu nucaaliju annagu hagaajinayno habaynayna خصاً لنا بول أنو لهين أما درسير أنو لهين فقال سبحانه حول ما هذا روبين تنا طوبين إذن بالك معوية أو شاد وضع فقلنا وحالو ندي قد وها نبي الله وها نقل هذا قد وها روبين ورا قد عددتي دل دلول كسبا بطي عورا ما أسطورها هيو روحي نحف ديبا لعركة هيا قد وها وضعيف معنى ونقل هذا ونقل هذا من الوهي فنحن نصلح وأن هجاتينا ضيع تربا نقص ما ينوايل من نقينا نبي الله فقال سبحانه وحيري ما أرى الأمر أي الأجل ما أرى الأمر ودي يجير أو ما أركو إلا أعجلا من ذلك إنه كدك دك بدن يهيم موية لو بعد مرمر السين العلفتان بالذين أظهر ستان حاوة من نفتك أبي حكرتاي نفت أمانة ذاهي سعدن بابلغا قادي كراي هم غني هودن دير محابدين قليبا nabi wuxuu dareensiinayaa islaaxan iyo hagaajinta howlaha aad adigu maanta ku mashquulsan tahay wax ka degdeg badan baaba jiro ah waa geeri alajal ma ara oo ma arko ama ma ogi alamra ay alajala wadki iyo geeridii ilaa acjala inuu ka degdeg badan mooyo min daalika islaaxina iyo calfashadaad calfan doontaanba marka hawada dheer hawa dheeraysigaas iyo hanqaltaagaas iyo iska dhaadhicinaad waxaan calfan doontood sii joogi doontadaasuu nabigu ka rabaa inuu dareen ka geliyo kalena hadla saxaabigana iyo hooyadiiba ee ma aha in la diidan yahay inaad guryaha hagaajisaan oo cawrina asturataan oo dhaxanta iska celisaan maaha ee waa inaad adiga goorba markaad hawl adduunya ku jeclaysan aad samaynayso ama aad guri hagaajisanayso aad niyada ku hayso tolow dhistaye ma degi doontaa waa inaad niyadood aan iska bixin كلمه اخر حسوستي اخر هو قابني اسكتشي قصر الامل وارتقاب الموت ايكم معنيي الامام سفيان الثوري الزهد قوانق سومر رواه ابو داود بوري والترمذي باسناد بكوري باسناد البخاري ومسلم بكوري وقال الترمذي حديث حسن صحيح يعني هو على شرط الشيخين بوجد إمامكم وعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب عن مغلو يقول له إن لكل أمة فتنة إن لكل أمة
أمد كستا وحيلية داي فتنة وح لغو امتحانه شل لغو امتحانه يكون فشلانته وامتحان كيس يكون عضه ويباسي ويده إيه إلي داي خلوب بني إسرائي هوين بلغو امتحانه ويكون عين أمد أن امتحان كيوضو ومال إيا الدنيا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون مركب فتنة أصل كيوضو على اختبار بالي داي شيء أضيف سنة يسون لغو امتحانه واجد دنبار معاني بدن بقول دعاء كفر فينا لا يده هذا دنب جا فينا لا يده هذا عذاب كله عذاب فينا لا إن لنا فطن المؤمنين وذكرنا إذا إذا معاني بدن بون الله هنا واحد لوجده وامتحان هذا ولا قاضي إن لكل أمة فتنة أي ابتلاء امتحان واحد لوجد بلايين وفتنة أمة المال فينا أمة إذا امتحان لغو امتحان إيه كركارك ويدارين إن بدن كذا يكون عهيان يكون ضادن هيان وهنتذا هنتذا رواه الترمذي الترمذي وقال حديث حسن صحيح ما المحوية هاي أنا الشافعي تعريف قيحد قوني أن لين هاي حنفيذ قيحد بيلي مالكية سصور مال وحوي وحول بآدم أولاف صده نقال لعقنا أكبحي وحلو قوله حول بآدم أولاف صده وحنا لو قوله لإيبيه وخرش لو قوله أيام مال إذا بحنفيذ هذا ما كانوا الله تريه بس يحولها النور بيلاد باشا مركا الله يسكي إلى اليوي معايا إلي انت ذير إحلاشا انت ذير إحلاشا حساب باكتال انت ذير أما بضان حرامتنا عذاب باكيا الحلالها حساب وحرامها عذاب حديث قدرنا في الصحيح هل السوي حقيقة قصة شقيس محال باتك كنت قاب كذو ما مش مسي شرعي وافقصن بعض ما مش حقيقة كوب بحسن ماشي إله رواد كوب بحسي waxay kaaga baan tahay inaad meel wanaagsan ka shaqeyso si wanaagsan u maamusho meel wanaagsan ku bixiso inta cilmi bay kaaga baan tahay sheegina meel xalaal ka shaqeyso qaab sharciga waafaqsan u maamusho meel Ilaahay jecelina ku bixiso intaas dhowr ka qodob waxay kaaga baahan yihiin cilmi aqli deganaansho iyo Rabbiga ku waafajiyo subhana wa ta'ala مرك هذا لسكي له باشا وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله كن يضع عثمان بن عفان أبو عمرو نوال إلى هذا أبو عبد الله نوال إلى هذا ويقال وحكوا الله إلى هذا أبو الليل أنا والونا نيسا عثمان بن عفان إنه قد أنصم الله دواع ما كان نقانو اللقب يكون يمجرت نانيس ما نسكي لنا هاي يقولوا حلونا نيسا مقع ينانيس بان نقانا إنه لكن عرب حكى تقنا مقع يلقب يكون يقنا وليان سوى حيلة قادم وحاوش كتلين جري دل كان مسلمين بكتلين جري إمارات إسلامية كتلين جري باب فلان يمام فلان بيكولين سمي دارك يا كتلين باقان كي وناسين إسلام وحكاية استا باب فلان يمام فلان سومالي يمام فلان باب فلان كما جري سامو وقتي لأنه ما نقاينه مية ما كسو يعنان ما يهي garan mahay imaraad waliba ka waweyn kuwi barigan xeebahan coastiga iyo dhulkan ila Zanjibar ila Mozambique jooga kuwa ka waweyn ba Soomaaliya soo maray oo ila Berbera ila Lamu jooga oo muslimiin ah ma aqaan waxay dhaqan fiican uga tagay waaye ayaga baabaan uma intire miiga hid ba soo hilgashay oo marka xeebaha qabsatan u maleenaya ويقال ابو الليل والي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صحابي قاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول ابو لصحابه ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح ليس لابن آدم بن آدم أو معها حق أي ما يستحقه وحمته شيء مطئنا لغو حساب وي معنى حديث قل يا خلت كفامي ويقول حد معنى حديث هو منكر با منكر ما شرع له فصنيا ليس لابن ادم افرسو الهي فضلك سن حريص وحكمدا الدنيا قيب كمدا لغو عقاب ما هي لغو حساب ما هي وحير قوت ضروري مرض العوره كو استريس يا واحد دبر كذا كتوسن يا بير كذا يا بوغاده iyo buulka yara dhaxanta iyo roobka iyo ka jirsanayso
هذا حلال كشقيسي آخر لغو حساب مايو لغو ويدين مايو سؤال لك ما جرتو حسابنا كما جرتو انت عوراد كو أسطوري بولك آد كتر سنقبوغ إيو كوريلك يدحنت أرهجل إيو كورن كورت آد بقا دي بيرك آد كتو السنيس انت هذا حلال ككينتي آخر لغو ويدين مايو حسابنا مالها لا تسألون عن النعيم كما جرت من داية حديث كتيب كهل ليا مسألة دقيقة وما أعملك لي ليس لابن آدم بن آدم أمه أن حق حق أي ما يستحقه ألا يحاسب عليه شيء مطه إن لغو حساب ابن آدم حق أمرها في سوى هذه الخصال في سوى هذه الخصال وحي كالصهري أرمها سوى صعودة أرمها سوى صعودة وحي كالصهري حق أمره لغو عفية أما لغو حساب بل ولغو دين ولغو حساب حلالها حساب وحرامها عذاب أما صدحا سوى صعودة هذا ملحا ككينتي حسابنا ما لها سؤال لما لها مياد قرأت حديثك معاني سمى فانتي معناها سعودك الله يا صادرت ليس لابن آدم حق مشهد وحاقوت من روايات ليس لابن آدم فضل في سوى أي في غير هذه الخصال جمع خصلة على مدها صدح الصوص وضوحا كأهين حق أمرها إن لو عفيه أما أن لو حساب أما أن سؤال لقوا الدين مدك وبعد إلهي سبحانه حق نوسي إنو صنقوا حساب حق أن أحبال لسكوا الدين هذا أنه حلال ككيرني بيت قروي يسكنه أدقه قري أدقته دحنت أيه لبك أيه روبك أيه قرحة أيه ملعقة أيه كجرسة تودس كجيلة إسك حجزة لغو ما هيستو بيت يسكنه قرو أدقه وثو مرو يواري عورته وكو أسطر عورتي سي عبتيسة إيه وجلف الخبز كبستة هذا ككان يقلف سن والماء يبيه كبلناها كبستة أيضها انت انت مقام عيوة ويحبك يبيرك توزلها علاش تسكو كار دعوه وضن دور ما الله أفكه حصارين هدي واتصدعي وضن بسوق جدًا وكيس حابي قيدي شن مال موت بنا وحتابنا نجو الدولة إنه جد كلها كسرنا ما نك وحي كوري وحن أمن سنابوري إن لوجه شركة أي وضان شركة إيو عليز كا إيو يا وضا لوجها إيو بوديها إيو حولهم بن أمن سناب إيو حوضا ما نك هذا وحن أجادي بور شركة إنه يوضه علاشه تمورك وحمبارة هي وحولا وعلوش لوجها لفت الكودية وضوع حمبارة هي علوشها وضة هدي علوش مرناتو طاير رج ميس لقط رقاق ميس زبا كبت بيقادي واي وبكاهر إمان رافق دول كتشيريس تيبو النبي وكاه الله يه وجلف الخبز كبيس تتيادا ككان يقال لفسن إيو والماء يبيا قبو راه الترمذي ترمذي حديثك وريه وقال حديث صحيح قال الترمذي وحوري سمعت أبا داود بن مقري سليمان بن سالم البلخي وأن فقيه محدثة يقول أسوغل سمعت النضر ابن شميل المحدث اللغوي المازني يقول أسوغل الجلف جلف والخبز وكبستة الروتقة يعني شيردة ليس معه إدام عن كوسار وذن يسوغ عن وذن وقال غيره نظر غير كي وحيدين علماء كليان نظر من شمال عن أهين وحيد هذا جلفه معها كبس أنس كوسار لهيني وحاول أمسوق لهيني هو غليظ الخبز حتى كوسار بهاي التي وكبس تأرق إذا كلا قلف سن مذ وحاجة وحول بعض قدر تحت قعون وكل في بجر لون تبان كون مرينين ويجرتا وقال الهروي وعلا سونا في غريبه المراد به هنا جلفي لفظك جلف الليل وحل وجد هنا ووعاء الخبز ما كبستي وويلك اللي قرد لها ويلك اللي قرد لها كيل عن شيء لقوق شيء أما كل الدبو ما صفت اللي قرد هاي إلا وأقرب كألابت وحلو على فنا كبستي اللي لمعنا كردان ويل لقود جارية يمد قرتان لهين حقيقة صار هذا ما دخل زارا أسوق هالكاس وعبري كل جوالقي سيدا مصفها وين أما كل جوالق سيدا رياه وين جوالق وأري معربة وأري عربي أهين ولا عربي يي
sadar culimuhu waxay yidhaahdeen luqada afka carabeed dad ku aragtay eray ay jiin iyo qaaf ku kulmeen ogow bay dhahdeen carabi ma ahe الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية إلا أن تكون معربة أو حكاية عن صوت جين يقاف جوالق سقاف جين مشك مجرا كدار مركني سب عربي عين هذا هو حلقك يعني وأري فارسية أم الرومية أم لغة كلو مركا لا يستمعوا العربية إن أقول حالين هاي أفتلياني للصومالية إنجليز للصومالية محلي دينو قالي سواحل للصومالي حقول ويدي عربي للصومالي وطف وليو كاوري قبوحا كاسا معرب كالليل هذا أما هو روق لما تليه هبلكم روح مكو أغبوقو حديب أها بقبقلين بقبلين ثم ها إري صومالي وحلو جدان أفكيسي وحكا بحيي وحي دعا هيباد يوحكو عبرتي عبارة ودو قب 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 بق بق يهولها سوا حكاية صوت مركز جوالق واسدها سوكالي إيه والخرج مصفضة خرج وخراج نوالق جمعية وحوي وان مصفت أما دنبيش وحلقور رتو وحاصل اسكيد هذا حديث كاني وذلك محقق وسط وحولي واركتان وحديث عن أصحينين حديث عن أصحينين وأصق الله هشيس معنى بدل المصير الدين هو إمامة أوكو إلى الحديث هو صحيح وذا الدنبو معاصر أو متأخر أوكو إلى صحيح ما هو ضعيف وأسأل سيدي الله تعالى مرهدان لقو إجماع حديثك إنه ضعيف في هاي وذا تكور كيس هو اجتهاد كيس أسأل سيدي الله قم من تعالى حديثك هذا طرق يسي إنه صحيح يا وحان كقاهد الله يترمي دمك إنه مريني لبكن سدح بغا أفرتني كو بأنه كفا فاهيني خلاصته وحاوي وذا تكن حديثك وحاورية من ليلة حريث بن صائب حريث بن السائب عن الحسن البصري عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سورية إن حديثك نبي الله كري عليه الصلاة والسلام من طريق الحسن البصري عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان عن مولاه عثمان بن عفان عن رسول الله وحال تفردي وذلك حريث ابن السائب ليداد نينكا اسغا سيده راجحه وانين ثقه ترمذي مركه وحو اركا تفرد حريث بن صائب عن الحسن البصري عن حمران عن عثمان بن عفان عن رسول الله انه مقبول يو لقادن كرو بو اركا لماذا احمد بالويدي وحلوه شيخ بسون لا باس به ابو حاتم الرازي بالويدي وحلوه شيخ بسري ما به باس نينكا جراحه ابو حاتم الرازي ابن معين بل لو واثقة بوري نينك لورنجري عجلي سدو كالي سفيان نينك لورنجري يعقوب بن سفيان الفسا وحلوى شيخ ثبت ما اعطى ثقمي وقدر يا هاي بوري هل قاسي مرة علماء ترمي دمرك حوار كان تفرد كيسون وياي مقبول ولذلك صححه وذات كان ماهري يقول يلا ميدو معاصره في رمضان يكو كوري يكو كتم بيبا يكو حيليين تفرق سلما أقبل كرو ومحاجرة حديثك وحاور يدهن نينك لورنج الروح من عبادة عن سعيد سعيد بن أبي عروبة نينك لورنج عن قتادة عن الحسن البصري عن رجل من أهل الكتاب حديثك من الإسرائيليات بين هذه سيدا وحاكوتا ركف ربضان حديثك وعيدا ما بقى حديث المسلمين وحديث يهود يا النصارى حقا كسوتشين هم حاجرة حريث والله خلافي يا خلافي حريث وحا خلافي إن قتادة خلافي قتادة عن الحسن البصري عن رجل من أهل الكتاب ميشو حريث يدي ابن السائب عن الحسن البصري عن حمران عن عثمان بن عفان عن رسول الله أحمد بايري نينكا وانين ثقاء إلا أنه وحوليم حديث منكرة وحونا الشيخي رواية قتاد وكل إليه حديث كان عقيل باسدائي إلي دار قدن بايري وهم الحريث ماشي لقرب عن رجل من الكتاب عن رسول الله يلي رقوا وين حفاظ النقادة أيام مري إنه خلطم حريث
oo xadiidka xasan albasri inuu ka rafciyo iyuu ku khaldamay, kulligoodna way khaldameen. Axmed ka soo bilow wixii ka dibadhu waa khaldameen. Limaada? Tirmidhi baana saxan. Iska ogow marka hawshu hawl culus ay sii khaldameen. Xureyd muxuu sameeyay? Xureyd xadiidka marfuuc buu ka dhigay, inta lagu hayso waa intaas. Maxaa xasan albasri buuna kaga dhigay marfuuc? Waxaa ku raacay inuu xadiidku marfuuc yahay وعن الحسن البصري مرفوع كي لابد هذا وثقات مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن رسول الله مرسلا لا عن رجل من أهل الكتاب. حسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مبارك بن فضالة حديث كيس عن حسن وحج عند أحمد وغيره. وحام متابعي هشام بن حسان القردوسي عن الحسن البصري عن رسول الله مرسلا لابد مرسل بواء صحيح إلى ضوام حيكلية إرسالك كلية يي تاجرين مكان من كاس مبارك من فضالة يهشام بن حسان وحي تاجرين حريث بن صائب بي تاجرين وأسوون حديث كان مرفوع كذا جاي أيقون حديث كان مرفوع بي كذا عن رسول الله وحيكون خلاف كلية وصديق السحاب جاه إلا شيء كلية حديثكم مركز إنه عن رسول الله هي هاي عرج من أهل الكتاب صدح بعض يذكر راعي اعتقاد كلهم عن الحسن البصري قتادة رويس مركب منكروي سر صوابك محمد منكروي نقطي سعيد نبي عروبة كحكورية أول يسكوها يستو أثبت ناس في قتادة سقعة أيا وحا وحكا قادنا يا الروح بن عبادة روح بن عبادة وحلوب بدني هاي أنه أخذ عن سعيد بعد اختلاطه لمن وحيدا قبل اختلاطه على اتحال رواية قتادة ومرق مكرته ومن طريق الروح ابن عبادة عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن البصري وما ديك مكرته صدح وكميد حريث بن صائب هشام بن حسان مبارك بن فضالة كلهم عن الحسن البصري انت وحيسكون راعين وحديكم مرفوعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ذكرت الواسطة والسحابقة أو أسقطت مئة فهمت معناها انت سواء انت أن ترمذ كل شيء هذا نوايدين شيء من بركات رياض الصالحين وحكمدة شواهد صدح حديث كلها شواهد صدح ولي هاي شاهد كلابات كوبات عيدين شيخ و مولى رسول الله أبي عصيب صحابي الأورنج النبي حرية أو صحابي أبا ورية حديث دير وي قصوا لي هاي قيبت ودن بيسان كسو قبانية مالي مال ما حكبت النبي قريب إنا كين وان راعي نحن من كان مولى أبو بكر سيمري إنا كين عمر بن نبي سيمري وان وضع بحاني بير نين ريان ساربان قال لي مكس النبي حولي وروحان عنا النسي لان تمرت يرطب يلبن لو كيناي مركاس النبي يقول والله يدين ويدون دونا عمر بانت لان تقاد ورك دفت الى ميره داتين نبي اللهم انت الله اسكو هيستا ها يدا الله اسكو هيستا ولا زدين ما هي عمر هذا الكيسي محام عمر وحريار اننا لمسؤولون عن هذا يوم القيامه قال نعم الا من ثلاث وفر صدق نعمدان وا لا اسويدين صدح ما لا اسويدين حديثكم عنه كان لا يوي الا من ثلاث خرقه والعراب كره خرقه كف بها الرجل عورته كرن وروح عورته سكو استره او كسره عفوا سد بها جوعته اما كيبس تشبعه وروح غاجده اسكغه بيو يا كرن وعورته سكو استره او حجر يقد يتدخل فيه من الحر والقر يبول اتق شقبوغ يا كوليلكا انت ام بان حساب لين احمد باوري باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سو توس او ما امنين ابن كثير انت كوكينا تفسير كيسو حتى كان لوي تفرد بي احمد بو كغا تغي هيثم منذر وحي دهن رواه احمد ورجاله ثقات مركان باري سندك صحيح وي سدو شيخ محقق حتى مجمع الزوائدك شاهدك وحالمده شاهدك عبد الله بن عباس عند البزار في مسند شاهد لباط عند صدحات عفوا عند ابن سني من حديث ابي امامه صدح ذا الشاهد ومن الصحيح يا هي من حسن في الشواهد يا هي من ضعيف في حديث يا حوجني رفع انا صواب ولذلك عبد الله الدوش الاورنجي كتاب كيسه تنبيه القاري لتقويه ما ضعفه الالباني وحول الصواب ومع الترمذي كل من خالفه وحق بقرم ريبور وذلك اسكال معاصر كجهمي اي ليلادو مر امحوها شريف حاتم العوني اصون كتاب المرسل الخفي اد بوغه الله وحنا الرجعي روايه حريث ابن صائب والرجعي
وحونا كحو جي لبادي طريق مرسلين كآه طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري إيوه طريق مبارك من فضاء عن الحسن البصري بكحو جي وحو سيلين وداد كمركع عوني الشواهد صدح ذا لكن صدح الشهيد بوحاش يقي عبد الله الدويش في كتابه رحمة الله تعالى عني أدو قيمة عالم محدث وها محدث الحجاز بالأورنج رواقه هوري واشي مقبل الشيخ يسي وأنك أقران تانش عبد الله الصومال رحمة الله تعالى عليه صاحب كيوي كتب ذنبولي هاي حديث مركز لصور رمحاتر هذا وحديث صحيح هوي وحديث سيدة ترمد أم مريوي مركز وحانو قد شيدا ورك الأولان ما أصحى يا رسول الله إسكوه ذهبي عفوا دار قدني عقيلي أحمد ساجي كل قد وحيسكر دار دعيين إن الله متابعينين حريث بن سائب صوابكم وإن لم تتابعيه شواهدنا حديثكم أولئي انت أصلا ربنا دندرين سوى الله سبحانه وتعالى أعلم.